هذه تيتيانا امرأة أوكرانية مع طفليها. هذا بيتها وهذه صورها وأحلامها وذكرياتها. وهنا في أرضها وأملاكها اغتصبها جنود الاحتلال الروسي قبل قتلها بوحشية ورميها في حديقة منزلها. القصة التي تشمل مئات أو آلاف الضحايا في أوكرانيا وما سبقها في سوريا قد تختصر الكثير، ولا يحتاج هؤلاء اللبنانيون أو موالو ميليشيا أسد أو ذاك العراقي أو العربي أو أي محتف بغزو بوتين لأوكرانيا مطراناً أو كاهناً أو معمماً أو كتاب أخلاق لتعليمه الفرق بين الحق والباطل. الجديد اليوم أو المقزز وفق توصيف ناشطين، تلك المكالمة الهاتفية التي اعترضها الأمن الأوكراني بين مجند روسي مع زوجته، وعند إخبارها بأنه اغتصب النساء الأوكرانيات كان ردها بالقول مع القهقهة: اذهب واغتصب الأوكرانيات ولكن لا تخبرني بشيء، والمهم اعتني بنفسك. وفي مشهد بالغ الإجرام ينشر جندي روسي مقطعاً مصوراً أثناء قيامه باغتصاب طفلة ومشاركة شريط الفيديو مع جنود آخرين على شبكات روسية. ومع تلك الحالات الموثقة لاغتصاب ثم قتل عشرات الأطفال والنساء في بوتشا وخيرسون وماريبول وغيرها، جاءت شهادات الناجيات لتشير إلى أن عمليات الاغتصاب كانت سلاحاً روسياً بحد ذاته، أي إن بوتين وفق اعترافات الأسرى الروس رخص لجيشه عمليات نهب واغتصاب وقتل المدنيين لترهيب السكان. كما تمتلك المخابرات الأوكرانية تسجيلات ووثائق لمئات المحادثات الإذاعية المماثلة بين قادة وضباط الجيش الروسي. الواضح أن تسمية أوكرانيا بالمستنقع كانت متوافقة كلياً. وبعد الخسائر الروسية الهائلة وانكشاف صناعاتها العسكرية كخردة لا أكثر إلى العزلة والعقوبات الاقتصادية، تأتي الأخبار اليوم عن لائحة اتهام تواجه بوتين وضباطه بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية بما فيها الاغتصاب. وتشمل اللائحة المقدمة بطلب 39 دولة بالإضافة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية العام اتهامات بقصف المشافي والمدارس والممرات الإنسانية. ويقول مسؤول أممي للمشككين بالمحكمة لصحيفة بريطانية: دعونا نذكر هؤلاء بأن نورنبرغ لم تقم بمحاكمة أتباع هتلر فحسب، بل وتمت محاكمة مجرمي يوغوسلافيا ورواندا وليبيريا. ولأن ما يجري في أوكرانيا من تدمير وجرائم قتل واغتصاب وتعذيب حدث عشرة آلاف ضعفه في سوريا وما زال، تساءل البعض عن غياب تلك المحاكم عن بشار أسد وميليشياته لغاية اليوم، أم إن الجنايات الدولية تنتظر سقوط بوتين لمحاكمة ذيله وأتباعه؟